العام 2000 وبعد نجاحنا في الانتخابات في بيروت والجبل، بعد إنزال الهزيمة بمحور بعبد عنجر، كلفت إعداد المقدمة السياسية للبيان الوزاري، فقمت بالعمل وعرضته على الشهيد الرئيس الحريري، فوافق عليه باستثناء صفحة واحدة أريد أن يعرف اللبنانيون ما هي، رماها في سلة المهملات قرب مكتبه، فنظرت إليه متعجبا متسائلا، أين أخطأت يا دولة الرئيس؟ وكانت الصفحة أيها الإخوة تتضمن سطرا واحدا بل نصف سطر يؤكد على مسلماتنا الوطنية التي اتفقنا عليها معا، المبنية على إشارة لوثيقة الوفاق الوطني أي اتفاقية الطائف. قلت جئت على ذكر الطائف، سقفنا جميعا منذ العام 1989. نظر إلي الشهيد وقال جاي على ذكر الطائف يا مروان، بدك تروحنا؟ نفذت الأوامر. إنها وحدة الدم والشهادة، من كمال جملاط إلى بشير لجميل ورنيم عوض ورفيق الحريري، خيط واحد وعقل واحد وأسلوب واحد. لن تغيب الحقيقة ولا بد من أن تظهر، قد تتأخر ولكنها ستصل، ستضيء شمعة في ليل الذين يزرعون العتمة. جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تنتهي في 14 شباط 2005، إنها في كل الجرائم التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال مروان حميدي. من لا يزالون يحاولون تضليل التحقيق مشاركون في الجريمة، ومن يريدون إخفاء المجرم والحقيقة مشاركون في الجريمة. في وسط المدينة التي أحبها اغتيل الرئيس رفيق الحريري، كان يريدها صورة مصغرة عن لبنان، جميلة أنيقة واعدة، ولكنهم أرادوا تدميرها وتدمير صورة لبنان الحلو والمستقبل. أرادها بيروت القيامة، وأرادوها محروقة سوداء تأكلها النار ويكسوها الرماد. الجريمة متمادية والحقيقة تنتظر، فلا تدعوها تسقط شهيدة.